خرج الحارس محمد عواد حارس مرمى الزمالك من قائمة الفريق لمباراة الغد أمام الإسماعيلي في الجولة رقم 27 من الدوري على ملعب استاد الإسماعيلية وفقا لما علمناه فإن قرار استبعاد محمد عواد جاء مباشرة من الجهاز الفني للفريق والكولومبي خوان كارلوس المدير الفني وجاء ذلك بسبب رغبة خوان كارلوس تواجد أحد الحراس الشباب في القائمة إلى جانب استمرار الاعتماد على محمد صبحي في حراسة المرمى، وبالتالي جاء قرار استبعاد عواد من قائمة الفريق لمباراة الإسماعيلي بعد أن تواجد أساسيًا في مباراة الفريق الماضية أمام بروكسي في كأس مصر والتي انتهت 3-2 لصالح الزمالك، حيث يرغب الجهاز الفني للزمالك في منح الفرصة لكافة حراس المرمى بما فيهم الشباب خلال الفترة القادمة. وبذلك استبعد محمد عواد من مباراه الاسماعيلي اساسيا واحتياطيا وهذا هو السبب المعلن اما السبب الغير معلن فهو سوء اداء محمد عواد في مباراه بروكس الماضيه التي كاد يخرج منها الزمالك من الكاس